النهارده ذكرى ميلاد الفنانة سميحة توفيق، وهي واحدة من أبرز نجوم السينما في الخمسينيات والستينيات. اكتشفها الفنان الكبير يوسف بيك وهبي وقدمها في فيلم غرام وانتقام، وكان عمرها وقتها 16 سنة. وبعد كده توالت عدد كبير من الأعمال الفنية اللي قدمتها من خلال مشوارها السينمائي أو المسرحي. تحل اليوم 13 من مايو ذكرى ميلاد الفنانة سميحة توفيق، التي تعد من أبرز الفنانات في مجال السينما خلال فترتي الخمسينيات والستينيات. ولدت سميحة توفيق في محافظة الفيوم وسط عائلة لديها اهتمامات فنية متشعبة، فشقيقها الممثل ومنفذ المعارك السينمائية الطوخي توفيق، وتربطها صلة قرابة بالفنانة نعيمة عاكف. بدأت الفنانة سميحة توفيق أولى خطواتها في عالم التمثيل بعدما اكتشفها الفنان يوسف وهبي، لتشارك بدور بسيط في الفيلم الذي كتب القصة والسيناريو والحوار له وأخرجه عام 1944 بعنوان غرام وانتقام، وجسدت فيه دور حاملة للزهور خلف المطربة أسمهان في أغنية إمتى هتعرف، وكان عمرها 16 عاماً فقط. خلال الخمسينيات قامت سميحة توفيق بأدوار البطولة في عدد من الأفلام، وكانت في بؤرة الأضواء كنجمة من نجمات الصف الأول بعدما أثبتت قدراتها الفنية. شاركت سميحة توفيق في أكثر من 80 عملاً فنياً، أبرزهم فيلم ليلى في الظلام، بلبل أفندي، غرام وانتقام، معركة الحياة، ليلة الدخلة، أولاد الشوارع، غلطة عمر، والفارس الأسود. رحلت الفنانة سميحة توفيق في 11 من أغسطس عام 2010 عن عمر جاوز 80 عاماً.